بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله مطرنا بفضل من الله ونعمة ورحمة، فنسأل الله جل في علاه أن يتم غيثه وبركته علينا وعلى المسلمين جميعا، وأن يجعله صيبا طيبا نافعا غير ضار. وبعد، أيها الإخوة، فنتذاكر وقد سمعنا خطب اليوم، عسى الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، لكن أقف مع معنى من معاني الابتلاء والامتحان. مما سمعنا من تلاوة الإمام وفقه الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. من الناس من يكون على جهل ويدفعه هوى فيجادل بلا علم ويظن أنه على علم، وبعضهم يعلم أنه على جهل لكنه يجادل في البينات الواضحات بمقتضى هواه وشهوته. من معاني الابتلاء والامتحان في ما نحن فيه من ظرف، وهو شهر شعبان، أن الناس يبتلون يمتحنون دائما، لكن يبرز هنا امتحان في مجال الوقوف على السنة، الوقوف على الجادة والرضا والقناعة بها، في حين يقف آخرون خارج هذا الحد ولا يقنعون بالسنة ويتلمسون طرقا وأمورا يظنون فيها خيرا ولذة نافعة ومصلحة. فمثلا في شهر شعبان هذا العام، مثلا، اجتمع عندنا أسباب الشرف من لزوم السنة والعمل بها والفرح بنعمة الله علينا في كونه شهرا ممهدا لرمضان، وما جاء فيه من ثبوت أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من نحو الصيام الكثير فيه. وأيضاً كان السلف رضي الله تعالى عنهم ينكبون على القرآن في هذا الشهر أكثر تمهيداً لشهر القرآن، في حين أن من المسلمين، لن نتكلم عن خارج المسلمين، من المسلمين من يحتفل بعيد الحب. نحن ولله الحمد بعيدون عن هذا، لكن من باب المذاكرة والتواصي بالحق حتى نبين ونوصل الرسالة ونناقش بحكمة، فنكون من أهل الحق بإذن الله عملاً وتواصياً ودعوةً. انظر، من الناس من تمسك بالسنة وفرح بها وعرف فضل الله عليه، فهو ينتظر رمضان لأن الله شرفه، فينكب ويقبل على القرآن ويصوم ما تيسر له من شهر شعبان ويفرح بنعمة الله عليه ولا يتزيد. ومن الناس من يبتدع في هذا الشهر أموراً لم تشرع، فيعتقد فضيلة ليلة من الليالي، ليلة النصف من شعبان مثلاً، فيحيي ليلها بخاصة أو يصوم نهارها بخاصة ويعتقد فضلاً زائداً من نحو العبادة. نعم، ورد حديث ضعفه أكثر العلماء في شأن ليلة النصف من شعبان، لكن هذا في المغفرة لمن لم يكن مشركاً أو مشاحناً، إن ثبت الحديث عند من حسنه، مع أن عامة أهل العلم على تضعيف هذا الحديث وعدم ثبوته، لكن هذا فقط في مسألة التعرض للمغفرة بترك التشاحن وأسباب الشرك ونحو ذلك. وهذا وإن صح الحديث لا يدعو
إلى قيام خاص بهذه الليلة، ولا صيام في نهار هذا اليوم، ولا أي عمل من القربات يخص بها هذه الليلة. إذا من الناس أيضا من يبتدع ويتزيد في العبادة ما لم يشرع، أما من كان أصله ثابتا وما كان ثابتا فهذا جاءت المنافسة فيه، جاء الأمر بالمسابقة فيه والمنافسة فيه والفرح بفضل الله والوقوف عند شرع الله. ومن الناس أيضا وقع في مثل هذه الأمور في مسألة المشاركة والاحتفال والدعوة إلى عيد الحب المزعوم هذا. وأي حب؟ الحب منه براء، الحب منه براء. ما هو عيد الحب الذي يسمونه عيد الحب؟ هو أولاً عيد وثني عند الرومان القدماء، عيد وثني ديني. ثم بعد ذلك لما جاءت النصرانية وجاء بعد ذلك ملوك ظلمة، منهم من منع النكاح، منع التزوج على الرجال لأجل الحرب والمشاركة في الحرب، فمنع الزواج، وهذه مصادمة للفطرة. فوجد بعض من أراد أن يعقد النكاح للناس ويسهل عليهم في الخفاء، فكان يعقد النكاح وهو كان من سموه بعد ذلك قديساً قسيساً، وهو فالنتاين. وهذا لما كان كذلك وقبض عليه، قبض عليه هذا الملك وسجن وقتل بعد ذلك، جعل يوم هذا الرجل وهو الرابع عشر من هذا الشهر الميلادي، جعل عيدا امتدادا لذاك العيد الوثني، لكن حرفوه، حرفوه أيضا، وكان فكان عيدا للفاحشة بعد ذلك. إذن سببه عند النصارى أنهم منعوا من الزواج، منعوا من النكاح، ففرحوا على عادتهم طبيعتهم، وهم أيضا أهل ابتداع بعد ذلك، فجعلوا عيدا لهذا الأمر لأنه كان سببا في عقد الزواج. وهذا ليس عندنا بمشروع أن نبتدع أعيادا، لكن هذا عندهم، ففرحوا بهذا اليوم فجعلوه عيدا، ثم بعد ذلك انحرف الأمر إلى الفاحشة. لا تظن إذا قالوا عيد الحب أنه الحب الأمر الطيب المباح، لا، أصبح شعارا للفاحشة والسعار الجنسي في هذا اليوم بالذات، حتى إن الأنظمة هناك في بلدانهم لا يجعلون في الأماكن العامة والحمامات وأماكن قضاء الحاجة يجعلون فيها هذه الأمور الواقي الذكري والعضوي، حتى يخشون من انتشار أمراض ونحو ذلك، ولا يعارضون هذا الاستمتاع وهذه الفاحشة، بل يجعلون هذا اليوم، يقرون هذا اليوم نشرا للفاحشة ويفرحون به لهذا المعنى، فيكون الاحتفال بهذا اليوم لأجل إشاعة الفاحشة والسعار الجنسي، لا لأجل أنهم منعوا في من قديم من الزواج فعادوا إليه، لا، انتهى هذا الظرف، انتهى، فأصبح الآن شعارا للفاحشة ونشر الفاحشة وإشاعة هذا الأمر وهذا الخزي والعار. فكيف يليق بمسلم بعد ذلك أو مسلمة أن يشاركوا في مثل هذه التفاهات، بل هذه الفواحش ونشر الفاحشة، ويقولون والله هذا يوم مثل يوم الشجرة ويوم الأم، وفرق كبير. حتى لو فرض المشاركة بمثل عيد الأم ونحو ذلك، وإن سموه عيدا أو يوما، أهون بكثير، أهون بكثير من هذا الاحتفال، احتفال نشر الفاحشة وإشاعة الفاحشة. والمعهود عندهم ليس اللقاء والجماع بين الزوجين، المعهود هو هذا الذي يسمونه الحب، وهو الجنس، ممارسة الجنس بسعار بهيمي. هذه حقيقة هذا اليوم الذي يجعلونه عيدا، فلا يليق بمسلم. نحن نناقش من يقول لا فرق بين هذا عيد الأم وعيد المعلم، يوم المعلم ويوم الأم ويوم الحب، لا، هي درجات ودركات تختلف بحسب. فهذا أصله وثني، ثم انحرف إلى أن كان شيئا بدعيا عند النصارى، ثم بعد ذلك انحرف فكان فاحشة. فكل هذه السلسلة ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية من هذا السبيل.
فنحن نقول لهذا الذي مثلا يقول يسهل الأمر ويقول هذا أمر عادي ونشارك وحب وأنتم تكرهون الحب، لا، هذا ليس من الحب الطبيعي والحب المأمور به والحب السامي، ليس منه في شيء، إنما هو علاقة بهيمية وسعار بهيمي ونشر لفاحشة. أما الحب، حب الرجل لزوجته، لأمه، لأبيه، لأخيه، لإخوانه المسلمين، هذا الأمر مشاع مطلوب، وجاءت النصوص المتكاثرة في تدعيمه والعمل عليه، وهو قربة إلى الله جل شأنه. فلا تختلط الأمور، لأن أولئك القوم ممن يخلطون الأمور. وقد قال الله جل شأنه: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبسون، تخلطون. فخلط الحق بالباطل هذا أمر قديم عند أهل الأهواء، فإذا أراد أن يروج أو يقر أمراً منكراً تشمئز منه النفوس والفطر خلطه ببعض الحق حتى يروج عند البسطاء وعند من لا علم له ولا معرفة ولا بصيرة. فنوصي بعضنا وأهلينا وأولادنا من بنين وبنات بهذا الأمر باختصار في حقيقة هذا اليوم الذي يمجدونه ويفرحون بقدومه، ونحن قد كفانا الله جل شأنه ولله الحمد. عندنا عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن تزيد أعيادا زيادة فهذه على دركات، من أخصها ما ذكرنا ومشاركة الكفار في أعيادهم، ويبتدع الناس ابتداعات عيدية، لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أبدلكم الله بيومين، يعني بدل اليومين اللذين كان قديما يحتفل بهما أهل يثرب، أهل المدينة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبدلهم، أبدل المسلمين بهم، أبدل بيومين، أبدلهم بيومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد الإسلام. فلسنا بحاجة لله الحمد من إلى من يعلمنا الحب، فحب الله أسمى حب، وكل حب تفرع عن حب الله من حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين والأهل والإخوان وحب المسلمين، كل هذا من القربات. وهذا الحب السامي الذي يكون بين الزوجين أيضا حب فطري طبيعي، لقاء أمر الله به، وليس المسمى بالفاحشة. الآن في مصطلحهم في بلدانهم يسمون، يطلقون على المعاشرة الجنسية عموما بغير عقد نكاح يسمونها لفظ، وهذا هو لفظ الحب، يعني ترجمته بالعربية الحب، فسموا الفاحشة حبا بهذا الاسم، سموه حب، فيسمونها بغير اسمها. صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمونها بغير اسمها، الخمر سموها بغير اسمها ونشروها مشروبات روحية وكذا وكذا وكذا، وكذلك الزنا سموا علاقات جنسية وسموه حبا. حفظنا الله وإياكم من كل بلاء وفاحشة، اللهم اجعلنا ممن ثبتهم على الحق وجعلتهم من أهله، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.